نعم بذكر بإذن الله. نعم بذكر قريب إن شاء الله. عشان نتكلم عن الوان تكنولوجي، الوان يعني التوصيلات البعيدة، لابد إنك تتكلم عن بورد السلك. إيه الإمكانيات وليه أنا بوصل؟ الفكرة كلها يا جماعة إن الراوتر ده في سنترال، والراوتر ده في سنترال تاني. قال لك طب ما انا ممكن لما اوصلهم ببعض اوصلهم بكابل ايثرنت، يعني واحد يقول انا اوصلهم كده، بس الاول لا، تعالى بقى ارسم لي شكل طبيعي للتوصيل عامل ازاي. الفكره كلها ان في السنترال ده، السنترال ده متوصلين ببعض بكابل فايبر، متوصلين ببعض بكابل ايه؟ كابل فايبر. طيب طب انا اقول لك على حاجه، فكابل الفايبر ده بيمشي فيه دور، انت بقى راجل واحد يقول لي طب انا هوصلها بالفتحه اللي هي الفاصل ايثرنت، ده فتحة الارشي 45 عادية بتاعتنا، وده برضه نفس الكلام حلو قوي، بس ده كابل فايبر. يبقى انت محتاج تجيب كونفرتر، كونفرتر يحول من فتحة فاصل ايثرنت لايثرنت مثلا، يطلعها ايه؟ لفايبر، وتقوم موصل الفايبر مع الفايبر، وتيجي اليمة التانية في السنترال التانية او في المكان البعيد التاني تجيب برضه كونفرتر ياخد الفايبر ده ويرجعه تاني لايه؟ لايثرنت. صح كده؟ مش ده الصح؟ الكابل الواصل ما بين السنترال ده والسنترال ده كابل فايبر. فانا حبيت اعمل الموضوع ده عشان اتغلب على ايه؟ بغير شكل الاشاره بتاعتي من 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 ايثرنت الفايبر وتمشي الاشاره، وراح لما الثاني حاطط الكونفرتر يحولها من اشاره ماشيه، من اشاره ضوئيه ماشيه في كابل فايبر لاشاره كهربيه ماشيه في سلك الكهرباء ايثرنت فريم. قال لك في مشكله. البورت الايثرنت ده في مشكله. ايه المشكله؟ طبعا كابل الايثرنت المفروض يبقى ظاهر هنا على الراوتر ده اب اب. لو الكابل ده اتقطع يا مصطفى يقوم يديك اب ايه؟ داون. طيب لو الكابل ده متوصل وحصل القطع من هنا يقوم يظهر هنا اب ايه؟ اب اب اب. ايه؟ ما يحسش ان في قطع، ما يحسش ان في عطل في كابل الفايبر اللي واصل منه، ما يحسش. ليه يا عم؟ المشكله ان بورت الايثرنت ده واصل لغايه ده، وطالما ده واصل له كهرباء خلاص يديك خبر، وساعتها ما تبقاش عارف انت المشكله هنا ولا هنا. دي مشكله كابل الايثرنت للتوصيل. لذلك حبوا يعملوا تكنولوجيا، جابوا كابل سيريال ببورتات سيريال. بورت السيريال ميزته عن بورت الايثرنت ان الترابل شوتنج بتاعه افضل. يعني هي دي الميزه او اكبر ميزه في البورت السيريال، ان الترابل شوتنج بتاعه افضل. ان في هنا كابل فايبر، قال لي ده كابل فايبر، هجيب كونفرتر هيحول لي بقى من ايه؟ من ايه؟ من سيريال، هدخل هنا كابل سيريال نحوله لفايبر، ويجي هنا اجيب نفس الكونفرتر من فايبر لسيريال. ايه الميزه يعني؟ الفكره بقى لو حصل قطع هنا تبص تلاقي ظاهر على الكابل السيريال حاجه اسمها داون. داون ساعه ما تلاقي كابل كابل السيريال كذا حاجه، لو اب اب يبقى الدنيا زي الفل، لو اب داون، لو اب داون كلوك ريت او حاجه انكابسوليشن مش مظبوطه زي ما وضح لك دلوقتي، لو داون داون يبقى الكابل فيه قطع. في اي حته فيه بقى في الكابل فايبر، في هنا في هنا في قطع في الكابل. ايه الميزه بقى؟ ان كابل السيريال في الترابل شيتنج بتاعه افضل. الى جانب حته ثانيه تقدر تحدد عليه السرعه، تقف تقول له كلوك ريت كذا، تحدد سرعه الترافيك اللي ماشي على الكابل ده. في ميزه الحته دي، لكن وان كانت موجوده برضه في الايثرنت في مراحل متقدمه، الا انك ينفع تحدد عليه السرعه. الحته الثانيه ترابل شوتنج بتاع بورد السيريال افضل كتير من الايثرنت. ماشي؟ لذلك لما تيجي توصل بكابل سيريال ما بين الراوترين، طبعا انا بعمل كده ليه؟ طبعا دي في المسافات البعيده، ولكن احنا لما نيجي نعمل اللاب بتاعنا انتم ملاحظين كابل سيريال اتحول لفايبر ورجع تاني اتحول لايه؟ لسيريال مره ثانيه، ولكن احنا في اللاب بتاعنا بنقوم عاملينه ايه؟ حتى يا محمد بنقوم عاملينه ايه؟ سيريال من هنا لهنا مباشره. بس انت فاهم لو في توصيلات بعيده الراوتر ده في مكان والراوتر ده في مكان، بتجيب ايه؟ بتجيب كونفرتر يحول حاجه زي كده. الكونفرتر ده ساعات بيسموه كونفرترات اللي انتم بتستخدموها هنا كده بيسموها سي اس يو باي دي اس يو. هو الكونفرتر برضه حاجه اسمها سي اس يو دي اس يو، سي اس يو دي اس يو، هو ده الكونفرتر. بعدين انا حطيت كابل السيريال بتاعي، قال لك بص بقى يا سيدي، كابل السيريال
خد بالك المعلومة وهي ماشية على بورت الإسرائيل، انت مش بتحط لها الماك أدرس يعني الراوتر. ملاحظين لما كنت شرحت لكم حتري في الأول، بتوصل براوتر، بتوصل براوتر الماك أدرس هنا إيه وهنا بيت. تبص تلاقي الراوتر ده لما يجي يرمي المعلومة هنا يقول له خارجة من الماك اللي اسمه إيه راح البيت. ولما تيجي ترمي هنا مثلا من سي لدي يقول لك من بي شايل التغليفة دي وحاطط لك يقول لك من سي إلى دي. طب بورت السيريال قال لك نفس الكلام ولكنه بيستخدم لير 2 ادرس بط نوت ماك ادرس. هو لير 2 ادرس بس مش ماك ادرس، هو برضه بيغلف المعلومه لير 2 ادرس مش ماك. ايه هو لير 2 ادرس ده؟ حاجه اسمها حاجتين، حاجه اسمها اتش بي ال سي، تخلي الانكابسوليشن هنا تغليف هنا يكون بالادرس اللي اسمه اتش دي ال سي. لذلك يا محمد لازم هنا يكون هو كمان ايه؟ اتش دي ال سي. اتش دي ال سي تمام كده؟ ده اللي بيغلف المعلومه وهي خارجه من بورت السيريال زي الماك تمام كده؟ طيب المهم الناس لما جابوا راوتر سيسكو وراوتر مش سيسكو يعملوا الموضوع ده لقوا ان الاتش دي ال سي ده طلع نوعين. لقوا ان الاتش دي ال سي طلع كام يا مصطفى؟ نوعين، نوع سيسكو ونوع ايزو. النوع السيسكو ده هو اتش دي ال سي خاص براوتر سيسكو بس، النوع الايزو يعمل على جميع الراوتر الاخرى على السيسكو. يعني يا عم مصطفى لو الراوتر ده سيسكو والراوتر ده جينبر مثلا، لو خليت الانكابسوليشن هنا اتش دي ال سي وهنا اتش دي ال سي يشتغل ولا لا؟ يشتغل ولا لا؟ مشتغلش. ليه؟ لان الاتش دي ال سي بتاع سيسكو غير الاتش دي ال سي الايزو اللي شغال على الراوتر التاني. قالوا طب ما كده تبقى مشكله، يبقى احنا لما نيجي نوصل الراوتر ببعضها يبقى انت كده يا الطقم كله سيسكو يا الطقم كله من شركه ثانيه. قالوا خلاص نعمل بروتوكول ثاني جديد اسمه بي 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 تريبل بي او اختصار لبوينت تو بوينت بروتوكول. بي 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 بوينت تو بوينت بروتوكول. لو انت خليت الانكابسوليشن هنا بي 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 وخليت الانكابسوليشن هنا بي 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 الدنيا تشتغل حتى لو ده سيسكو وده اي حد تمام. فاذا لما في التوصيلات البعيده ولما توصل بكابلات سيريال يفضل استخدام الانكابسوليشن بتاع تريبل بي 3 بي ام. لما واحد صاحبي امتحن في شركه زمان يعني، فالمهم قالوا له عندنا راوتر في سنترال ابسيس وراوتر في سنترال المعادي، الراوتر ده سيسكو الثاني من فيندور ثاني، من فيندور ثاني مثلا جنرال وموصلين لهم بكابل سيريال. تفتكر ايه نوع الانكابسوليشن اللي ممكن نستخدمه في توصيلة الوان هذه كابل سيريال اللي هنا كابل سيريال اللي هنا؟ تفتكر نوع الانكابسوليشن يبقى دوت 1 كيو؟ ولا طبعا دوت 1 كيو ده بين السويتشات ملوش مكان خالص، ولا اتش دي ال سي ولا تريبل بي؟ طبعا الراجل كان فاكر انه درس الاتش دي ال سي في الوان فقام معلم اتش دي ال سي. صح ولا غلط؟ غلط. لو الاثنين سيسكو اقول لك ماشي، انما التريبل بي يعني كان ايه؟ ولو الاثنين سيسكو ممكن يشتغل بالتريبل بي. اه طبعا وده اللي انا عملته لكم هنا على فكره. لو مصطفى كان شاطر شويه، لو انت رجعت للصوره بتاعت طبعا انا حبيت ابدا الدرس بسؤال عشان ايه مفهومه يعني. لو مصطفى كان شاطر شويه ساعه ما يقف على الراجل ده ويبنك ومفيش بنك يبدا يعمل حاجه اسمها ايه؟ شو اي بي انترفيس ويبص يلاقي يا شباب اب ايه؟ داون اب داون يعني الكابل ده واقع. ساعه ما تلاقي اب داون يا كلوك ريت يا انكابسوليشن ميس ماتش يعني الانكابسوليشن مش مظبوط. طب احنا مصطفى شايك على الكلوك ريت؟ لا انا حاطط لك كلوك ريت، يبقى ناقص ان انا شايك على ايه؟ على الانكابسوليشن. هي اتش دي ال سي ولا تريبل بي؟ على فكره انا كنت لاعب فيها. انت اصلا الديفولت بتاع سيسكو اتش دي ال سي، الديفولت بتاع سيسكو اتش دي ال سي. فانتوا لما كنتوا بتوصلوها يا دوبك بتحطوا كلوك ريت الدنيا بتبقى حلوه تمام. انا كنت مخليها دلوقتي ايه؟ اتش دي. بصوا كده سيريال 2 سلاش 0، لو انا قلت له يا جهاد قلت له شو انترفيس سيريال 2 سلاش 0 عايز اشوف بقى الانكابسوليشن ايه؟ لو الواد مصطفى واد معامل كان عامل الحته دي فكان يبص هنا انكابسوليشن ايه الكلام؟
تريبل بي. تريبل بي. ولو كان راح هنا اليمة الثانية الفتحة دي اسمها ايه؟ سيريال 3 سلاش 0 كان وقف هنا وعمل انيبل. شو انترفيس. سيريال 3 سلاش 0 كان لها انكابسوليشن ايه؟ ازاي يا راجل عايزهم يشتغلوا؟ يا اما الاثنين اتش دي ال سي يا اما الاثنين تريبل بي. طب الحل؟ الحل انا ممكن اخلي دي اتش دي ال سي واقول له كونفي دي انترفيس سيريال 3 سلاش 0 وهو قايل له انكابسوليشن يا جماعه والله جرد ما عملتها تريبل بي. ايه الاخبار يا جماعه؟ سيريال 3 سلاش 0 تشينج ستيت 2 اب. لو رجعت وقفت على الراجل ده تاني وقلت له شو اي بي انترفيس بريف بقت اب ايه؟ اب اب بقت اب اب اهي. طب لو انا بنكت على 10 0 0 2 زي ما كنت ببنك لو قلت له بنت ايه رايك؟ الدنيا اشتغل. فانت لازم تركز في موضوع الايه؟ الانكابسوليشن. هناك ميزه للتريبل بي الا وهي انك لما تيجي تربط فرع بفرع ممكن تظبط ما بين الفرعين يوزر نيم وباسورد. حاجه اوبشنال موجوده فيه. ازاي؟ بحيث اللينك ده ما ينفعش يقوم الا لما يدي للراجل ده يقول له ايه؟ عشان يحصل تفاوض ما بينهم عشان اللينك يبقى ابرد لازم يبقى عليهم نفس كلمه السر. ازاي يعني؟ يعني مثلا لو جيت انا سميت الراوتر ده مثلا صوت الناس اللي بتتكلم رمسيس احنا قربنا نخلص. لو سميت الراوتر ده رمسيس لو عملت دي خلاص هنخلص وهنمشي. لو سمينا الراوتر ده رمسيس قمت مسمي الراوتر ده منصور. لابد الراجل ده عشان يجي يقوم اقدر اظبط حاجه اسمها بنعمل بينهم حاجه اسمها اوثنتيكيشن. ساعه ما تسمع كلمه اوثنتيكيشن دي معناها يوزر نيم. يوزر نيم باسورد حاجتين مع بعض يوزر نيم وايه؟ باسورد دي الاوثنتيكيشن. طيب المفروض الراجل ده عشان اللينك يقوم مش بس انها تكون تريبل بي خلاص بقى. قال لك ان في امكانيه في التريبل بي انك تعمل كلمه سر. انك تعمل كلمه سر تقوم بيها اللينك بحيث الراجل ده مش اي حد يوصل هنا في السيريال اللينك يقوم. لا ده انا ممكن اتحكم في الموضوع ده. بتهيألي ده الموضوع ده متحكمين فيه عندكم في البيوت. عارف انت لما بتوصل وبتعمل كونفجريشن لاي دي اس ال مودم لا عندك بي 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 واي بي 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 واي اوفر ايثرنت اوفر اي دي ام. استخدموا الخاصيه اللي موجوده في التريبل بي اللي هي خاصيه الاوثنتيكيشن اللي هي الباسورد يوزر نيم والباسورد وعملوها على بورتات الايثرنت عشان يتحكموا في العملاء اللي في البيوت. ما هو افرض انا مثلا راجل موظف شغال في السنترال عام والديسلان بتاع الشركه او الحاجه اللي احنا بنوصل عليها بناخد النت منها في السنترال موجود. قمت انا عامل ايه يا عم احمد؟ جاب خط التليفون بتاعي وانا موظف هناك واتفقت مع العامل مثلا واديته 10 جنيه ولا بتاع وصل لي السلك بتاعي او هو حب يوصل الخط بتاعه فيقوم رايح موصله ومدبسه ورايح هناك عامل ايه؟ حاطط الراوتر يقوم جايب له نت. لا الشركه عشان تتحكم في الموضوع ده كل عميل معمول له يوزر نيم وباسورد بحيث والكلام ده الحاجات دي كريت على الراوتر عندهم ايه احمد يوزر نيم كذا وباسورد كذا محمد كذا كذا احمد كذا كذا كل خط التليفون معمول له حاجه زي كده. انا اجي بقى في البيت في الراوتر عندي بعمل يوزر نيم وباسورد يقوم الراوتر بتاعي عشان يبدا يجيب نت بيعمل عمليه نيجوشيشن تفاوض مع الراوتر اللي في السنترال ببعت له اليوزر نيم يقول له صح يقول له اه صح يبعت له كمان الباسورد صح اه صح يقول له طالما صح يبقى اللينك يبقى اب يشتغل نت يا عم زي هو ده اللي بيحصل بالظبط اوثنتيكيشن. فعشان الراجل ده او عشان فرع المنصوره ده على اساس ان ده مثلا الدي سي اي عشان ان فرع المنصوره ده يلقط ويشتغل لابد انهم يظبطوا اليوزر نيم والباسورد مع بعض. ازاي؟ هنظبط كلمة السر ما بين الاثنين ونسميها ايه؟ سيسكو. وتيجي على الراوتر اللي اسمه رمسيس تيجي على الراوتر اللي اسمه رمسيس وتقول له اليوزر نيم بتاع المنصورة اليوزر نيم بتاع الراوتر اللي هناك منصور اسمه منصور والباسورد ايه؟ سيسكو. وتيجي على الراجل ده تقول له اليوزر نيم بتاع الراوتر اللي هناك رمسيس والباسورد ايه؟ سيسكو. لابد ان يكون لهم نفس الباسورد. لابد ان يكون لهم نفس الباسورد. ولو اتغيرت الباسورد
الدنيا باظت. هتعملها ازاي؟ في طريقتين لارسال البصمه. يعني تخيل ان الراجل ده عايز يقوم اللينك ما بينه، فبيقول له ايه؟ انا عايز اقوم، انا كمان الخط عايز يقوم، بيقول له اليوزر نيم بتاعي ايه؟ يقول له انت اسمك منصور، يقول له كلام جميل. فبيبعت لي الباسورد، يقول له الباسورد سيسكو. يقول له الدنيا حلوه زي الفل واللينك يقوم. بس وهو بيبعت اليوزر نيم بتتبعت كلير تكست فبتتشاف. فممكن اي حد ممكن يكون بيعمل سنيف ولا حد يربط الباسورد. طب هو بيبعت الباسورد يا رجاله، لو بعت كلير تكست هتتشاف. طب الحل ان ابعتها متشفره. في طريقتين تشفير، او في ربي طريقتين لارسال الباسورد. طريقه بتتبعت كلير تكست ودي وحشه اسمها باب، وطريقه ثانيه اسمها تشاف لارسال الباسورد. طريقه الباب دي لو انت استخدمت طريقه الباب ده تريبل بي اوثنتيكيشن بروتوكول، بيقوم بعت اليوزر من المنصوره ويبعت الباسورد سيسكو. شكرا. الباسورد بتتبعت كلير، فممكن تطلق اي حد لو شغل برنامج سنيف فايل يطلق. طب لو انت بتستخدم التشاب تشالنج اوثنتيكيشن بروتوكول، يقوم يبعته اليوزر من المنصوره ويبعت سيسكو. دي انت بتبقى مظبط كلمه السر هنا وكلمه السر هنا، الراجل ده يشفرها والراجل ده يشفرها، وده يبعت الشفره لده، يقوم ده يقارن الشفره بالشفره، لو هي تشتغل هنا. وبالتالي لو حد لقط الشفره بالله اشرب ميه ما بتتفكش. ليه ما بتتفكش؟ لان ايامها الاتشاب ده اتعمل بمعادله، يمكن انا كنت كلمتكم من شويه على حاجه اسمها الاي اس. برضه اللي بيشفر ايامها، ايام ما كانوا بيعملوا البروتوكول ده، حاجه اسمها ان دي 5 مسج دايجست 5، الرساله الخامسه للدايجست. ودي كانت معادله زي الاي اس متشفر، هي دلوقتي اتضربت. بس زمان ايامها ما كانتش اتضربت. وكان الراجل اللي عاملها كان اسمه دايجست، الراجل ده من جنوب افريقيا، وكان خد عليها جايزه نوبل. كان اخد عليها ايه؟ جايزه نوبل على الموضوع ده. فالفكره كلها ان الراجل ده بيبعت كلمه سيسكو دي، هي متشفره هنا بيبعت الشفره. فلو في حد لقطها يا عم اشربها، يا وريني هتعمل بيها ايه؟ تمام؟ فانت تحب لما يبقى في يوزر نيم وباسورد ما بين اللواتر، تحب تستخدم باب ولا تحب تستخدم الشات؟ طبعا الشات اقوى وافعل، وان كلمه اتضربت بس هتعطل الراجل خطوه فتره من كده. لا اصلا يعني ما بيحصلش هيك على حاجه زي كده. ماشي؟ نعملها ازاي بالكونفجريشن؟ تعمل ازاي بالكونفجريشن يا عم احمد؟ اولا احنا هنتفق نظام الراوتر ده مثلا منصور، والراوتر ده مثلا رمسيس. راجع الراوتر اللي اسمه منصور ثم ايه اليوزر نيم ايه؟ يا رجاله انا واقف على مين؟ اليوزر نيم للراوتر اللي هيتعامل معاه مين؟ رمسيس. رمسيس ار ام اس رمسيس. والباسورد ايه يا رجاله؟ سيسكو. سيسكو جدع. زي ما عملت هنا اعمل هنا، تعالى على رمسيس. يوزر نيم منصور. يوزر نيم منصور والباسورد سيسكو. خلاص كده؟ نازل ناقص بقى ان انا ايه افعل الانشاء. افعلها ازاي يا عم محمد؟ ارجع على المنصوره تاني، الفتحه دي كام؟ سيريال 2 سلاش 0، قول له انترفيس سيريال 2 سلاش 0. الانكابسوليشن يا رجاله تريبل بي. بعد كده تقول له تريبل بي اوثنتيكيشن، وضغطت على استفهام، عايزها بقى باب ولا تشاب؟ طبعا تشاب، صح الكلام؟ هتبص تلاقي اللينك وقع. وتعالى على الراجل ده برضه قول له الانترفيس سيريال 3 سلاش 0 تريبل بي اوثنتيكيشن برضه تشاب. ماشي الكلام؟ لو انت جيت قلت له شو اي بي انترفيس بريف، ايه الاخبار؟ اب ايه؟ داون. اب داون. لو انت غنيت تعالى 10001، ايه الاخبار؟ المفروض اصلا يبقى اب اب، صح الكلام؟ لانك اديته الباسورد ايه؟ يوزر نيم بتاع الراوتر اللي هناك. اه عارفين الغلطه بتاعتنا ايه يا جماعه؟ لا
الفكره كلها انك ما سميتش المنصوره منصوره، انت سبت المنصوره اسمه ايه؟ دي غلطتهم. المفروض اعمل القصه دي اكزيت، فانا اقول له هوست نيم منصور، تعالى على الراجل المحترم ده هوست نيم رمسيس. ساعتها ان شاء الله اللينك تبقى ايه؟ هتكون دلوقتي. ايوه شفت الصدر ده؟ تقبل. لو انت قلت له شو اي بي انترفيس بريف الاخبار اب اب. الباسورد كام؟ 10 0 الاي بي 10 0. لو انا بملك على 10 0 0 1 الاخبار اللي هو بالك الايام الثانيه الدنيا شغاله. طب لو يعني كده تمام يا عم احمد؟ شفت تغيير الوسط اللي ممكن يعمل ايه؟ طيب لو انا جيت على الراوتر ده، على الراوتر اللي على اليمين ده، وغيرت كلمه السر. انت لو قلت له شو ران كونفجريشن عامل ايه؟ يوزر نيم ايه يا جماعه؟ والباسورد؟ طب تعالى اما نغيرها كده، اقول له كونف دي، اقول له يوزر نيم منصور والباسورد اي 1. لو انت عملت كنترول زد وقلت له شو ران دلوقتي كده، ايه الاخبار؟ الباسورد اي 1. طب ايه اخبار اللينك بتاعتك؟ عشان واحد يقول لي انا شايف المفروض تبقى واقع. ده انا قلت له شو اي بي انترفيس بريف، هتلاقوا اللينكايه يا جماعه اب اب. ولو انت بنكت على 10 1 الدنيا حلوه. لا قول لي يا عم انت مش غيرت الباسورد؟ هقول له اه، بس هي الفكره كلها يا راجل يا محترم ان حصل تفاوض، وده اللي بعت لي اليوزر نيم، وده بعت لي الباسورد، ورجعت انت بعد كده حصل تفاوض واللينك قافل. عشان ترجع عمليه النيجوشيشن والتفاوض تاني اقفل البورت وافتحه، شوت داون ولا شوت داون. هتبص تلاقي الدنيا مش عايزه تقول. يعني لو جيت على البورت ده سيريال 3 سلاش 0 وقمت داخل عليه كده كونف دي برو انترفيس سيريال 3 سلاش 0 وقمت قايل له شوت داون برو شوت داون. ايه الاخبار؟ شو اي بي انترفيس بريك كام؟ اب داون. ليه بقى؟ الاولانيه كان حصل التفاوض والتفاوض خلص خلاص، ده بعت يوزر نيم كذا باسورد كذا مفيش مشكله. رجعت انت غيرت اليوزر نيم والباسورد خلاص، بس حصل تفاوض والدنيا قامت، الانتخابات خلصت والدنيا قامت. انما انت قفلت البورد وجيت تفتحه تاني فرجع يحصل تفاوض والدنيا بتقع. في امر حلو كده اوريك اوريك الدنيا وهي بتقع دلوقتي. المفروض ان بيحصل ده تاني، الراوتر ده يبعت اليوزر نيم ده يقول له جميل، يبعت الباسورد يقول له غلط. فين؟ يوزر نيم يقعد بقى كل شويه، خد بالك الراوتر التاني بيبعت للراجل ده لغايه دلوقتي تفاوضات. عايز تشوفها؟ قول له ديباج. ديباج يعني اعطيني تقريرا. ديباج تريبل بي نيجوشيشن. اعطيني تقريرا بما يفعله التفاوض بتاع تريبل بي. ملاحظين يا جماعه؟ الراجل ده بيبعت ريكويست. عايزين نوقف الايه؟ عايز اوريها لك. ببعت له ريكوست ستيتس اوبن ان سي بي ان سي بي اي بي سي بي ستيتس اوبن. احنا ملاحظين يقول لك ايه ريكوست ويحصل بعد كده كلوز. طب هل ده لان الفول عندي مصروف؟ عن يوزر نيم؟ لا اللي هو ايه؟ هنختار النهارده اغنيه مصروف. يعني كتبنا تاني مصروف. مصروف جديد ما هو دلوقتي انت اللينك قام. ببعت اليوزر نيم. حلو، ابعت لي بقى الباسورد اللينك يعني يحصل له فين؟ او يحصل له كلوز. هو بص كده ببعت ريكوست. على فكره انتوا عارفين لو عايزين توقفوا الديباج تعملوا ايه؟ طبعا الديباج ده يقرفك طول ما انت عايز كده، عايز تكتب شو اي بي شو اي بي انترفيس. شغل الديباج اللي بيحصل بيلخبط لي الكتاب اللي انا عايزه، فانا محتاج ان انا اعمل تاب 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 عشان ايه؟ لو واحد يقول لي انا عايز اوقف الديباج اللي حصل ده يا باشمهندس، قول له ان ديباج اول. ان ديباج اول يوقفك كل الديباج اللي موجود. ان مسافه اول يعني مثلا كده اقوم قايل له ان مسافه اول. شوفوا كده لما جبتها بقول لك اول بوسيبل ديباجنج هاز بين تيرمينال. كل الديباج اللي انت عملته ايه؟ كويس. طيب انا عايزك تتفرج بقى فيز سبتكيشن بيتفاوض اهو، بيبعت يوزر نيم والباسورد. طبعا كل
كل ما بيبعت معلومه غلط اللينك بالكلوز، اللينك بالكلوز بالكلوز، خدت بالك؟ طيب انا هقول لك على حاجه، هو احنا واقفين على الراوتر على رمسيس ده اللي مغيرين عليه الباسورد، خلي الديباج شغال عليه ماشي يا عم احمد، ابدا الدنيا ترجع ايه؟ الكهرباء تاني. تعالى بقى انت على الراوتر اللي اسمه منصوره ده، قول له يوزر نيم رمسيس والباسورد ايه؟ ايوان ايوان، عشان نظبط المفروض كده اللينك تظبط، المفروض يظهر لي سطر كمان شويه اقول اللينك دلوقتي بقت اب، ايوه كده اللينك بقت اب. تعالى اتفرج على الديباجنج هنا، انت ملاحظ ان الديباجنج وقف يا ابو حميد؟ ليه بقى؟ بقول لك فيز از اب، بعد ما كان الفيز بيبقى داون فيز از سيميتيتنج روز 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 ريكويست، بعد كده يحصل ريكويست تاني او طلب تاني يرجع الفيز لو ال سي بي ستيتس اوبن، يرجع يقول لك ان الفيز از سيميتيتنج يتفاوض مره تانيه، قاعد يتفاوض يتفاوض لغايه ما كلمه السر لما دخلت حصل يا شباب؟ فيز از فوروردنج تاني فورورد، فيز از استابلشد فينش ال سي بي فيز از ايه؟ مجرد ما انت حطيت كلمه السر خلاص بقى التفاوض خلص، يعني اول ما تبعت كلمه تبقى غلط ولا حاجه يظهر لك كلوز كلوز كلوز، يعني كلمه السر غلط، لما كلمه السر بقت صح بدات انت تبعت بدا يستقبل كلمه السر فعلا، فما بقتش تظهر كلوز الحته بعد الريكوست الاخراني ده، بدا يحصل ريكوست او الاخراني ده بدا يحصل ريكوست، فلما الدنيا اتظبطت ما عادش بقى الفيس بيتقفل، ما عادش يبقى فيه كلوز، فلما انت بعت ريكوست في المره الاخيره الدنيا ظبطت والفيس بتاعك بقى ايه؟ اب واللينك بقى اب. دلوقتي لو انت جيت قلت له ولاحظ ان النيجوشيشن وقف مع اني موقف مع اني مشغل الديباجنج على فكره، بس الديباج وقف ليه؟ حصل التفاوض واللينك اب خلاص بقى حصل ستيل، انما طول ما هو بيبعت يوزر نيم والباسورد غلط يرجع يبعت تاني لغايه ما يحصل تفاوض والدنيا تقدر. تمام كده؟ مع ان النيجوشيشن شغال اهو. لو انت حتى قلت له شو اي بي انترفيس ليف ايه الاخبار؟ اب اب، يعني لو كنكت على 10.0.0.1 ايه الاخبار؟ الدنيا حلوه زي الفل. ايه رايك؟ دي معلومه كانت يعني ايه؟ وارد انك تعرفها ان شاء الله في التريننج دي. الحصه الجايه باذن الله هتعرف اكلمك عن تقنيه فتح السيريال، فتح السيريال يا اما اتش دي ال سي يا اما تريبل دي في ربط الوان للمسافات البعيده، يا اما حاجه اسمها فريم ريلي برضه في ربط الاماكن البعيده في ربط الافرع، لما يكون انا عندي شركه لها فرع في القاهره، فرع في الفيوم، فرع في البورسعيد، محتاج ان انا اربط افرع بنك مثلا، الحاجات دي كلها بتتربط فريم ريلي. فريم ريلي خدمه بتقدمها شركات الموبايل بتزود الباند ويدث بتاع بحيث تنقل سرعه او تنقل تربط الافرع بسرعات كبيره، اربط فرع فرع ب 10 ميجا 20 ميجا 30 ميجا، دي ميزه الايه؟ الفريم ريلي. فعشان تعمل تقنيه الفريم ريلي انك تربط افرع لازم تستخدم انكابسوليشن مختلف على الفتحه السريه، مش زي بقى التريبل بي والحاجات دي في الربط العادي مكان بمكان بس، انما انا عايز اربط افرع ببعضها لابد انك تستخدم تقنيه الفريم ريلي. اي بورد في الراوتر بيقدم لك خدمه تقنيه الفريم ريلي هو البورد السريال وليس الاثرنت. لذلك لسه البورد السريال استخدام معانا المره الجايه فين؟ في تقنيه الفريم ريلي، واللي هتتشرح ان شاء الله بالتفصيل المره الجايه. انا كده خلصت اللي انا عايز اقوله. تقدروا تفضلوا.